ينضم إلينا العميد حسين الرفايعة، مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام. أهلا ومرحبا بك معنا سيادة العميد. إذن الحديث يتم عن هذه الحملة منذ انطلاقها، الاعتبارات لربما إذا أردنا الحديث والتصنيفات التي تعتمدونها الآن في هذه الحملة تحديدا لتصنيف أصحاب الأسبقيات وذوي الأسبقيات الجرمية، وهل هناك تسجيل لأي مخالفات أو أعداد تم إلقاء القبض عليهم منذ انطلاق هذه الحملة؟ نعم، مساء الخير أخي الكريم. مديرية الأمن العام وكجزء من واجباتها في مكافحة الجريمة بكل أشكالها وتوفير الطمأنينة العامة للمواطنين، شرعت في 48 ساعة الأخيرة بناء على توجيهات مفصلة من عطوفة مدير الأمن العام بتنفيذ خطة أمنية شاملة. الحقيقة هي مجموعة من الحملات الأمنية المستمرة واللي ستستمر لضبط المجرمين مكرري الجرائم المطلوبين قضائيا وطالبي الإتاوات ومقلقي الراحة العامة المتاجرين بالممنوعات وكذلك مرتكبي مخالفات المرور الجسيم اللي بيأثروا على حياة الناس. وستتخذ مديرية الأمن العام واتخذت بخصوص المضبوطين إجراءات قانونية وإدارية بحقهم. أريد أن أؤكد على نقطة في هذا الإطار، أن مديرية الأمن العام ستنفذ هذه الحملات وستستمر فيها بقوة بعزم بلا تهاون، وستقوم طبعا سندا للقانون وسندا للإجراءات المرعية وحفظا للسكين العام وحفاظا على راحة المواطنين. طيب إذا أردنا الدخول في التفاصيل، هل هذه الحملة تشمل من سجلت في حقهم طلبات تنفيذ قضائي ومطلوبين للقضاء بشكل عام؟ هل هي تشمل جميع أصحاب الأسبقيات بشكل عام أيضا؟ نعم، هي بصراحة تشمل أصحاب الأسبقيات، تشمل مقلقي الراحة العامة، تشمل من بحقهم طلبات قضائية من أنواع معينة، تشمل مرتكبي مخالفات المرور الخطرة. ولغاية اليوم أو بالـ 24 ساعة الأخيرة تحديدا مديرية الأمن العام ضبطت حوالي 900 شخص بالـ 24 ساعة الأخيرة، هذول من ضمنهم أصحاب سوابق، من ضمنهم مطلوبين قضائيا، ومن ضمنهم مرتكبي مخالفات مرور جسيمة تهدد حياة الناس. تم بخصوص هؤلاء الأشخاص إجراء اللازم على المستوى القضائي والمستوى الإداري، طبعا بالتنسيق مع الحكام الإداريين وبالتنسيق مع الجهات القضائية اللي هم مطلوبين إلها. مديرية الأمن العام في الحملة هذه بحب أني أكرر وأعيد، هي حقيقة كل إمكاناتها البشرية المادية الفنية تضعها في خدمة هذه الحملة وفي استمرار هذه الحملة لتحقيق النتائج إن شاء الله المرجوة منها. نلمس تعاون كبير جدا من المواطنين اللي يقوموا بالإبلاغ عن الجرائم أو الإبلاغ عن المخالفات، وخاصة بعض المخالفات اللي ترتكب ليلا. كم عدد المخالفات والبلاغات التي وصلت إليكم منذ انطلاق الحملة، وأنتم وجهتم أيضا نداء إلى المواطنين بالإبلاغ عن هذه المخالفات؟ حقيقة وصلنا، لا أسميها نداءات ولكن أسميها تعاون وأسميها إبلاغ، وصلنا على 911 وعلى مديريات الشرطة المئات من البلاغات من المواطنين عن تجمعات معينة، عن التجار بالممنوعات، عن حركات مشبوهة، وتم إجراء اللازم من قبل مديريات الشرطة المختصة بهذا الخصوص. نعم سيادة العميد، بالتأكيد لديكم قائمة في مديرية الأمن العام والأجهزة المختصة في هذا الإطار عن أصحاب الأسبقيات وعن لربما المناطق التي يتواجدوا فيها، هل نتحدث عن بؤر يتم الآن معالجتها بشكل أكبر بمقارنة بمناطق أخرى، وهل نتحدث عن قائمة محددة الآن يتم الحديث عنها لإلقاء القبض عليهم من أصحاب الأسبقيات؟ طبعا مديرية الأمن العام يتوفر عندها كم هائل جدا وكم ممتاز جدا من المعلومات الدقيقة حول أصحاب الأسبقيات وحول مختلف المخالفات اللي ترتكب في بعض المناطق في بعض الأحياء، يتم التركيز على هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى جمع معلومات جديدة عن المتعاونين معهم أو المتورطين في قضايا جديدة وخاصة قضايا المخدرات وقضايا الحيازات اللاقانونية وباقي الحيازات. أخي الكريم، أن نحكي أنه في بؤر، ما في شيء اسمه بؤرة، لا شيء عصي على الدولة، لا شيء عصي على القانون، لا شيء عصي على الأمن العام. تتوفر عند الأمن العام قوة كبيرة جدا من رجال الأمن المدربين، من رجال الأمن الواعين، من رجال الأمن المدركين قانونيا وعملياتيا لواجباتهم، ويتوفر عندنا شيء مهم آخر اللي هي القدرات الفنية الكبيرة لمديرية الأمن العام، ويتوفر عندنا العنصر البشري. لا وجود لشيء اسمه بؤر، في عندنا
بعض المناطق مثل ما موجود في كل العالم في عندنا بعض المشاكل اللي يجب ان نتعامل معها، يعني واللي هذا هي هذا ما قصدناه جدا مألوف. نعم هذا ما قصدناه، المناطق التي يتم التعامل معها وهي تشهد لربما ارتفاع في معدلات ربما الجريمة أو حتى التعامل بشكل غير لائق وخارج عن القانون. من خلال الفترة السابقة سيادة العميد، من خلال الفترة السابقة تم بسبب جائحة كورونا تم الإفراج عن عدد من المطلوبين وهم داخل سجون ومراكز الإصلاح، هل نتحدث الآن بأن ربما بعضهم عاد نتيجة إلى إعادة ارتكاب الجرمية، أو هل منهم ممن تم الإفراج عنهم في الفترة السابقة؟ أشكرك. خليني بس أكد على نقطة، لا يوجد عندنا شيء اسمه بورا ولا يوجد شيء خارج نطاق القانون وخارج نطاق قوة الدولة. يتم تنفيذ الحملة في كل أراضي المملكة، يتم تنفيذها في كل مدن المملكة، في كل قراها، في كل مخيماتها، في كل بواديها. بخصوص مكرري الجرائم سواء كانوا من اللي أطلق سراحهم سابقا وبعضهم عدد بسيط منهم عاد إلى ارتكاب الجرائم، تم إنفاذ القانون بحقه، تم ضبطه، وتم إجراء اللازم قانونا وقانونيا وإداريا بحقه. باقي الأشخاص أحيانا يستجد بعض الأشخاص أو يطرأ بعض الأشخاص على المشهد، وباقي الأشخاص أصلا مديرية الأمن العام في عندها معلومات وموجود أسبقيات وقد يكون جزء منهم مطلوبين قضائيا. الحملة فعالة متواصلة ستستمر، وإن شاء الله رب العالمين في كل التوفيق إن شاء الله في توفير السكينة العام إن شاء الله. نعم البعض يتساءل، واسمح لي هنا وأنقل لك هذا التساؤل سيادة العميد، بأنه إذا كان الأصل هو تطبيق القانون ونهج دائم تطبيق القانون، لماذا نحتاج إلى هذه الحملات؟ لماذا لا يكون هذا الإجراء دائم بالضبط في جميع مناطق المملكة؟ ما الفائدة الآن من هذه الحملات بشكل موسع بدفعة واحدة، ومن ثم لربما تتوقف هذه الحملة ومن ثم نعود إلى إجراءات سابقة؟ أنت إذا انتبهت أنا قلت الحملة الأمنية ستستمر، لأنه إحنا نرى وترى مديرية الأمن العام ضرورة استمرارها لفترة زمنية غير محددة. لماذا الآن حملة أمنية وفي باقي الأيام اللي هو الإجراءات العادية الاعتيادية للشرطة؟ عادة في كل علوم الأمن وفي كل علوم الشرطة يجب أن تقوم قوات الشرطة بين الفينة والأخرى، وطبعا خد شارد لقوات الدرك، يجب أن تقوم بين الفينة والفينة بحملة مشانها تتأكد من إنفاذ القانون، من ضبط المجرمين، تعيد برمجة الوضع القانوني خلنا نقول والوضع الأمني، تعيد فرض السكينة العامة، هي حقيقة فقط لتسريع الإجراءات. باقي العمل اليومي بتقوم فيه قوات الشرطة على مدار الساعة، بتقوم فيه قوات الأمن العام على مدار الساعة، وفي عندنا إحصائيات دائما وأبدا بنطرحها للإعلام، ودائما وأبدا مثل ما بتشوف في بيانات تصدر عن مديرية الأمن العام بخصوص أي مشكلة تصدر على الأرض. والحمد لله الضبوطات بالأسبوعين الأخيرات كانت ممتازة جدا مثل ما شفت أنت في بعض المشاكل والجرائم اللي وقعت على أراضي المملكة. هذا يقودني إلى نقطة قد يمكن شفنا إحنا على الإعلام موضوع يتعلق في قصة معينة طبعا تحصل لأسباب دائما وأبدا مثل هذه الجرائم الغريبة ترتكب لأسباب شخصية لا علاقة للمجتمع فيها، لا علاقة لإنفاذ القانون فيها، ترتكب لأسباب شخصية يتم التعامل معها ضمن المنحة القانوني، ضمن المنحة الإداري، وضمن المنحة ليحقق العدالة في المحصلة للجميع. الحمد لله رب العالمين كما نشاهد المملكة كانت في كورونا وفي أزمة كورونا طبعا، ولا زلنا. وأؤكد أخي الكريم على أن قانون الدفاع بمفرداته اللي أوامر الدفاع اللي لا زالت سارية نتعامل معها بخصوص التباعد، بخصوص الحفلات، بخصوص خرق التجول ليلا. طلعنا إحنا إلى حد ما، إحنا ما طلعنا طبعا إحنا بعد انكشاف كورونا والحمد لله رب العالمين قصة نجاح الأردن باهرة، لكن طلعنا مديرية الأمن العام من إجراءات كورونا طلعت باتجاه هذه الحملات الأمنية اللي تهدف إلى توفير السكينة العامة للمواطنين اللي هم جزء أساسي من هذه الحملة وجزء من الخدمة الأمنية والمجتمعية. أشكرك على كل هذه التفاصيل العميد حسين الرفيعة مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، شكرا جزيلا لك.